في حواره مع الوليد يرد الحسين بكلمات عبد الرحمن الشرقاوي في الحسين ثائرا بكلمات من نور. الوليد: نحن لا نطلب إلا كلمة، فلتقل بايعت، واذهب بسلام إلى جموع الفقراء فلتقلها، واذهب يا ابن رسول الله حقنا للدماء فلتقلها، ما أيسرها، إن هي إلا كلمة. كلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمه زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة زلزلت الظالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، وهل البيعة إلا كلمة؟ كبرت كلمة، ما دين المرء سوى كلمة؟ إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. شرف الله هو الكلمة، شرف الله